على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار فجعت حسينا بابنه أيوا حسينا فجعلت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار لما رآه على الثرى ملقا طريحا يذري عليه الذاري يا
ناداه والأحشاء تلهب ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا يا ولدي يا ولدي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتى بين جواره وجواري ولي ويل نزل من فوق مهرم قعد عنده والله وقعد عنده وسالت دمعة عيون على خده لقاه يسيل دم راس على جبده متواصل طبر والراس نصين يا متواصل طبر والراس نصين يقل على الله على الله يا ضو عيون احتسبتك لجنشي صبر امك شقل لاختك شسوي لعمتك وهي على جيتك ايه والله شبعت عين هباب الصواوين ايه شبعت عين هبايا شبيهة شبيهة روح تلوج ما أدري شبيهة يا وجانون الغضب لوعي شبيهة شبيهة يا راح الجان للهادي شبيها طف ضيب ظلام الغاضرين طف ضيب ظلام الغايا يا ما يوسف 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 يا هبة علي ويا حسن يوسف يا شبه المصطفى فرقا يوسف كل خنجر لجسمك وصل يوسف فتك لبة حشايا وقطع بي فتك لبة حشايا وقطع
قطايع بي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الرؤيا الصالحة إحدى البشارتين. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هل الرؤيا حجة أم ليست بحجة؟ وعلى فرض كونها حجة، هل حجيتها على الرائي أم لا على الجميع؟ حينما نقرأ في الروايات الشريفة ونبحث عن دليل يدل على حجية الرؤيا، على الأقل أنه بالرؤيا يمكن أن نثبت حكما شرعيا أو نثبت أصلا عقديا. هل يمكن من الرؤيا ذلك أم لا؟ حينما نبحث في الروايات فلا نجد دليلا واحدا يدل على إمكان إثبات الحكم الشرعي أو إثبات الأصل العقائدي من خلال الرؤيا. إذن هي على مستوى الأحكام والعقائد الرؤيا ليست بحجة، بل لدينا دليل معاكس يدل على أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي ولا أصل عقائدي على الإطلاق، بل في تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن دين الله لا يرى في المنام، يعني مو هذا الدين اللي يثبت وهذا الدين اللي ترتكز عقائده على الرؤى والأحلام. هذه مقدمة حتى نتعرف من خلالها على بعض النصوص التي وردت في هذا الباب. أولا دعنا نتحدث عن أقسام الرؤيا وكيف أن هذه الرؤيا بكلا الأقسام أنها لا تتحدث عن الأحكام الشرعية ولا الأصول العقائدية. أولا يقسمون الرؤيا إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت الرواية التي قرأتها عليك البارحة، الرؤيا على ثلاثة وجوه. إذا كنتم تذكرون قال الإمام الصادق بشارة من الله وتحذير من الشيطان، أحسنت، وأضغاث أحلام. الليلة حديثنا عن النوع الأول،
عن البشارة الإلهية. الوجه الأول أنها بشارة من الله. أولاً، لماذا سماها الإمام بشارة من الله؟ لأنها خالية من تدخل الشيطان، وأنها طاهرة صرفة، ليس للشيطان ولا لأتباعه دخل في هذه الرؤيا، لذلك نسبها الإمام إلى الله تبارك وتعالى. هذا النوع الرؤيا التي تنسب إلى الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تسمى بالرؤى المبشرات، والقسم الثاني الرؤى المنذرات. ما هي الرؤى المبشرات؟ الرؤى المبشرات التي يرى الله تبارك وتعالى فيها عبده حاله أو رتبته، أو يريه على شكل مثلا أنه يقرأ القرآن أو في الجنة أو ما شابه ذلك. فأقصى ما يستفاد من هذه الرؤيا أن هذا الإنسان حاله جيد، الله تبارك وتعالى أرسل له هذه البشرى حتى يستمر في طريقه. هل نملك أحاديثا ونصوصا في هذا الجانب؟ لو ما نملك، عندنا روايات. الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الرؤية الصالحة إحدى البشارتين. يعني أكو رؤى لا تتعدى كونها بشارة، أي أنها تدخل السرور عليك وتنبئك بخير وبحسن العاقبة، أكثر من ذلك ما بها. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. يعني لا تعدو أن تكون بشارة فقط. الخلاصة في هذا النوع أن الرؤى المبشرات لا تصلح لأن تكون حجة في حكم شرعي أو في إثبات أصل عقائدي، لأنها خاصة بالإنسان، تبشر الإنسان وتقول له أنك على الطريق الصحيح. زين، طبعاً من نقول أنها لا تصلح لأن تكون دليلاً على حكم شرعي أو إثبات أصل عقائدي، لأن إحنا ما رأينا وما قرأنا من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام المهدي أن أحداً منهم استدل برؤيا أو أحد احتج برؤيا، ما مر علينا ذلك. وبالتالي نحن نتأسى بهم إذا كانت الرؤى عندهم لا يستدل بها ولا يحتج بها، شلون احنا نحتج بها ونريد نثبت بها أصول عقدية؟ بل الإمام الصادق على عكس ذلك ينهى، كما في حديث ابن أبي عمير عن أذينة قال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما تروي هذه الناصبة؟ الإمام يقول لأذينة: هذول النواصب إيش عندهم؟ قلت: جعلت في ذاك في ماذا؟ فقال عليه السلام: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت: إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم رؤيا شافها. فقال عليه السلام: كذبوا، فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم. يعني هاي الأشياء اللي أنت تريد تثبتها رأيتها في نومك، نومك ليس حجة حتى عليك، مو على غيرك بعد.
إذا هو مو حجة عليك من باب أولى ليس حجة على غيرك. فالروايات والنصوص تدل على عكس ذلك، يعني عكس العمل بالرؤى والأحلام. بس الخلاصة المبشرات، الرؤى المبشرات حجة في الأحكام الشرعية لو مو حجة؟ مو حجة، وما يستدل بها حتى على الأصول العقائدية. نجي إلى القسم الثاني وهي الرؤى المنذرات. الرؤى المنذرات اللي الله تبارك وتعالى يري عبده حاله حتى يكون حاله منذرا له وواعظا له. تشوف روحك على هيئة أخرى أو في مكان غير محبذ أو ما شابه ذلك، حتى تكون هذه الرؤية إنذار، تكون هذه الرؤية موعظة لك. تعال نقرأ ما قاله الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا كان العبد على معصية، على معصية الله وأراد الله به الخير. شوف هذا النوع من الرؤى على الرغم أنه إنذار لكن برحمة. يقول الإمام: إذا كان العبد على معصية الله وأراد الله به الخير أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية. يعني هي رسول منذر محذر واعظ فقط. وهذه الرؤى إذا كانت واعظة وإذا كانت زاجرة لا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي. أنا رأيت حكم شرعي أو سمعت حكم شرعي بالرؤية من الإمام عليه السلام. لو كانت الأحكام بالرؤى لسبقنا إليها علماؤنا. أكو أعظم من اتصال الشيخ المفيد على الله مقامه؟ أكو أعظم من اتصال المقدس الأردبيلي على الله مقامه؟ أكو مثل السيد محمد مهدي بحر العلوم؟ الذين كانوا على اتصال وثيق بالإمام عليه السلام لو رأوه في عالم الرؤيا لماذا لم ينقلوا أننا سمعنا هذا الكلام من الإمام عليه السلام؟ هذا أدل دليل على أن الرؤى والأحلام لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي أو إثبات أصل عقائدي. طيب الآن هذان قسمان من البشارة الإلهية. مو قلنا الرؤى ثلاث وجوه: بشارة من الله، والأمر الثاني أنها تحذير من الشيطان، والثالث أضغاث أحلام. هذا الذي يدعي أنه منصب من قبل الإمام معتمدا على رؤيا، إذا نريد إحنا نحدد هاي الرؤيا من أي صنف إجت، مو راح نحددها من أنها بشارة من الله؟ ما راح نقول أنها تحذير من الشيطان ولا أضغاث أحلام، صحيح ولا؟ والحال أننا علمنا أن المبشرات والمنذرات لا يمكن من خلالهما إثبات أصل عقدي أو إثبات حكم شرعي أو إعطاء مكانة أو رتبة إلهية، يعني منصب تشريعي، ما ممكن الاعتماد على هذه الرؤى أبدا. وعليه أن جميع الرؤى والأحلام لا يصح الاستدلال بها في مثل هذه القضايا الخطيرة الحساسة. أنت رأيت رؤية، الرؤية أنت تستفيد منها مو أنا أستفيد منها. الله تبارك وتعالى حذرك، حذرك أنت ما حذرني أنا. الله يبشرك أنت، لا يبشرني أنا. فليست حجة في الامتثال لا عليك ولا على غيرك، والنتيجة لا يمكن الاعتماد على الرؤى والأحلام. من هنا
نشوف هذه القضايا تنتشر عند النساء أكثر من الرجال. إذا رأت المرأة مناما فإنها تعتبره كالوحي النازل من السماء. هذا اللي تعتبره وحي نازل من السماء ليش؟ مجرد منام. أو واحدة تقول لك لا أنا أحلامي كلها صادقة. عجيب، شلون الأحلام كلها صادقة؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يوكل بك ملكا وهذا الملك ينكت في قلبك أو يلهمك إلهاما؟ تعالي خلينا نحدد هاي الرؤية من يا نوع. إذا ما كانت أضغاث أحلام وما كانت من تحذير الشيطان أو تحزينه كما في الرواية، فإما أن تكون بشرا لك أو تحذيرا لك. بعد نطبق ذلك على من حولنا، ولا بد أن نفعل كذا وأن نصنع كذا، أو لا بد أن أفعل لأن الإمام أمرني أو المعصوم الفلاني أمرني. شرعان لا يجب عليك الامتثال لأنها مجرد رؤى خالية من أنت تريد تمتثل بينك وبين نفسك، ما عندك إشكال. ما تريد تمتثل خو الله تبارك وتعالى لن يأتيك ولن يحاسبك على عدم امتثالك. ربما ينقدح في ذهنك أمر، وهو تقول أكو بعض الأنبياء عولوا على الرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك. أقول لك لا تقارن نفسك بالأنبياء، لأن هذا راح يمر علينا، هذا ما راح نطلق عليه نطلق عليه رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي جزء من النبوءة. هذا لي ولا نتكلم عن نحن البشر العاديين اللي قدراتنا طبيعية وكفاءاتنا طبيعية وأمورنا معروفة ومحدودة. المعصوم لا، المعصوم يختلف. لذلك لابد أن نكون متأملين لهذه النقطة، أن رؤيانا التي نراها إذا كانت من الله إما أنها تبشرنا أو أنها تحذرنا. أكو مثلا إنسان يستفيد من الرؤية شيء، إنسان يستفيد من الرؤية سر من الأسرار، هذا بشارة إلى هو. يوم من الأيام كنا عند أحد العلماء فقص علينا رؤيا، قال كأني أمشي في صحراء فرأيت خيمة من بعيد وعلى الخيمة علم أحمر. يقول فصرت أسرع لأنني عطشان وفي الصحراء، فوصلت إلى باب الخيمة فوجدت رجلا في الرؤيا هو سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله عليه. وطبعا على فكرة بالروايات أن واحد من الذين يعودون مع الإمام المهدي سلمان، ونصت عليه الروايات. يقول فسألته من في داخل هذه الخيمة، قال سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فقلت له خذ لي الإذن، قال لي الإمام ما يستقبل، الإمام مشغول. مرة مرتين ثلاث أذن لي دخلت. يقول كان الإمام واضعا رأسه على ركبته ويبكي وقد بان بكاؤه. سلمت عليه قلت له جعلت فداك ما يبكيك. يقول رفع رأسه وقد اخضلت لحيته بدموع عينيه. ما يبكيك سيدي؟
قال يبكيني فعال شيعتنا ويفرحني منهم قراءتهم القرآن والإخلاص لله. شوف هاي رؤيا شقد رائعة شقد جميلة، تبشر وتنذر، تقول إلينا أن الذي يفرح قلب الإمام عليه السلام قراءة القرآن وبعد والإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني تبشر وتنذر، أي أن الذي لا يقرأ القرآن والذي لا يخلص لله تبارك وتعالى فإنه يحزن قلب الإمام، يحزن قلب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذه الرؤى اللي نطلق عليها مبشرات ومنذرات، أما رؤى الأنبياء لا تختلف، تختلف جدا. نجي إلى وصية الإمام في هذه الرؤية، قراءة القرآن. قراءة القرآن واحدة من الأعمال المجهول قدرها، اللي فقط في شهر رمضان وما عاد الاهتمام بالقرآن كالسنوات الماضية، كل سنة يقل اهتمامنا بالقرآن. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. الإنسان المؤمن دائما على علاقة وثيقة بالقرآن، لو كل يوم صفحة واحدة من القرآن تكون على علاقة مع الله، هذا كلام الله وهذه وهذا كتابه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة كان يقرأ القرآن على قبر فاطمة ليليا، كل ليلة يأخذ وياه أولاده وابنته عقيلة الطالبيين، وإذا وصلوا إلى القبر أطفأ السراج. وبدأ أمير المؤمنين يقرأ القرآن، يعني مو جاي بس يقرأ الفاتحة، لا، حتى تستفيد أمواتنا. النبي وصي أبا ذر اقرأوا على قبور موتاكم سورة ياسين، اللي تحت التراب إما أبوك أو أمك أو أحد أحبابك أتعز عليه دقائقا تقرأ فيها سورة ياسين. هذا أمير المؤمنين، الزهراء معصومة سيدة النساء، ويقرأ على قبرها القرآن. وكل من انتهى من قراءة القرآن ورادوا يرجعوا يقول إلى الحسنين خذوا زينبا وارجعوا إلى الدار. ليش؟ يريد يختلي على قبر الزهراء، يريد يعيش أجواءه، يريد يبوح للزهراء بما يخفيه في جنبات قلبه. وهو الذي كلما جلس على قبرها صار يحرك تراب قبرها بأنامله بأصابعه، وهو ينادي لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل دليل على ألا يدوم خليل. أني بأمير المؤمنين على قبر فاطمة ولسان حاله هم شايف
بعمرك يتوارى بتراب اللحد لو اندفن وي فاطمه لو يا زمان هي الترم اي ما يعرف بطعم الهجر الما جرب يفارق ولف اسمع هالبيت انا اللي شايل فاطمه وشايل نعشها على الكتف بعد هالبيت قد ما بجيت على القبر مبلل القبر هو ما يجيب شلون المعاشر عمر بليلة وضحى تنفقد بعد قول يا علي ها الآن تمشي بثمان طعش عامي ومشات عافت جريح عمره دهار وين اللي ما يقدر على طروة أمير المؤمنين اسمع شي يقول والكاسر ظهور الزلم ظهر على فرقه انكسر بعد اسمع يقولوا بعيوني دمعت فاطمة وشفها الذي بخدين سطى وخدها الذي بجفين سطار ودعتني ماح مرت جفين وعلي الجفين سطرت عبين لا مرة لا مرة راجف لي بحرب ولا مين رموح طاعن خفيت هالمرة لكن تختلف شلون يا علي من راحتي زهرة أرجفي يا أبا الحسن يا علي أتأسفي على اللي مضى وما تريد مهما تأسفي ما يرجع الدار ترى يا كل من عن أهله يبتعي وين أصحاب الخيال ها يتفايض بعيني نهار وتنزف جروح المؤلمة تتحمل كل ما أعود المنزل وما أشم ريحة فاطمة اي كل ما اعود المنزلي وما اشم ريحة فاطمة تتحمل كل ما افك الباب اصيد عالحايط اثار الدمع أتعب وريد وقاح حزين لو ما على
بابا استنين بعد يا علي من أنظر العتبة أحس من هرشد اللالين شلاع وهنا أقول على الجمهور اسمع من فاطمة المحسن وقع بعد صغير بيا ذنيب وبعد بديل بابين صراع كثر الجروح وسهيل لو رايدج روحي أعيد بيت الدعاء وأسألك الدعاء تتحمل يا ولا زينب اي والله زينب ما نقدر نختم إلا بيها زينب حزينة بلا يا زينب حزينة بلا يا أم تدور حنان الوالدة شلون تشوف زينب ألقاها تبجي كل مساء بحجرة الزهرة قاعدة ما تدري هي بكار ولا يسدي على هالما سدايا كل الأهل فوق الثرى الأخوان تبقى ولا وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين اللهم ومن به على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي به حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل اللهم عملهم واوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين